مشاهدينا، من كم يوم عقد المؤتمر التاسع لمؤتمر نظمته مؤسسة الفكر العربي بين أصحاب مبادرات الأعمال، صانعي القرار، الأكاديميين والمثقفين ليتناقشوا بسبل جديدة تكرس الوعي بالقيمة الحضارية للعرب وشو لازم ينعمل لإطلاق قدراتهم بغية الإسهام برسم مستقبل المنطقة والوطن العربي. ضيفنا لليوم اللي حيخبرنا عن المؤتمر هو الأستاذ حمد العماري، وهو المدير التنفيذي لمؤتمر فكر والأمين العام المساعد لمؤسسة الفكر العربي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. نحن على السريع السريع حكينا شوي قبل الانترفيو، هل المؤتمر شارك فيه 800 شخص اللي هو عدد كبير عادة لمؤتمر؟ عدد كبير، وبهالمرة ب 27 دولة، يعني عندنا من 20 دولة عربية، نعم، وعندنا من 7 دول غير عربية. نعم، هو المؤتمر التاسع، مؤتمر يعني للسنة التاسعة على التوالي. مظبوط. شو اللي لازم نحكي عن المؤتمر؟ المقررات اللي طلع فيها أم المشاركات والأحاديث أو يعني المتحدثين؟ أي اللي أهم؟ الاثنين مهمين. المؤسسة بتلتقي مرة بالسنة مع جمهور العريض، المثقفين المفكرين تلتقي فيهم مرة بالسنة، والمؤتمر ينتقل من دولة إلى أخرى. طبعا كما تعلمين مؤسسة الفكر العربي مقرها بيروت، فإحنا دائما الأصل أن نكون بلبنان إلا إذا جاتنا دعوة من دولة حكومة عربية. السنة الماضية جاتنا دعوة من الحكومة اللبنانية، بعنا اشتقنا لكم تعالوا رجعوا لعنا، فرجعنا عملنا المؤتمر ببيروت، وكان مؤتمر ناجح بكل المقاييس، بحضور بافتتاح فخامة الرئيس ميشيل سليم رئيس الجمهورية، وحضور رؤساء الثلاثة، ومشاركة مكثفة ونوعية جيدة يعني من الحضور، المشاركة من لبنان. والحمد لله يعني المؤتمر كان له صدى كثير طيب بالمجتمع وبالصحافة العربية واللبنانية. كثير من المرات النقد بيكون على مؤتمرات، مش بالضرورة هذا المؤتمر، بس مؤتمرات عامة، أنه نظريات تحكى ومشاكل تطرح وتطرح أيضا حلول ومقررات، إنما ما بيصير في متابعة لها وتنفيذها على الأرض، وبالتالي ما في شيء بيتغير. فينا نقول أنه في أمور تغيرت من 9 سنوات لليوم، من تاريخ عقد هالمؤتمر طبعا لليوم. مؤسسة الفكر العربي من البداية أرادت أن يكون لها توجه مختلف، يعني مؤتمر فكر هو مؤتمر حواري، ويصير في نقاشات، ويصير في يعني مبادرات. أردنا أن يكون مؤتمر مؤسسة الفكر العربي مؤتمر فكر يقود الإنجاز، هو شعار مؤتمر فكر. نحن لا نريد مجرد حديث وفرص للتصوير ويمشي العالم ما يصير شيء. مؤتمرنا كل سنة بنظهر بمبادرات وبتوصيات، وما حتى توصيات نظرية، يعني مبادرات فعلية تطبق على الأرض. كل مؤتمر نظهر بمبادرة. السنة يعني كان طبعا إطلاق التقرير الثقافي العربي، وهو التقرير اللي عندك كوبي منه، اللي عندي كوبي منه، هذا بده سنة لينقرأ، للمؤتمر الجاي لنقرأ، هو للمتخصصين بالتأكيد. في statistics، في إحصائيات كثيرة. الكتاب هذا أو التقرير هذا هو كشف صحي للوضع الثقافي العربي. نعم. احنا نصدره يعني يوزع يباع، ولكن كذلك يوزع مجانا على كل المكتبات والمهتمين. التقرير يعطي كشف صحي. خلال السنوات الماضية من مجرد إطلاق التقرير رأينا هناك أخذت بعض الحكومات مبادرات لتصحيح بعض الأخطاء. المؤسسة كذلك احدى يعني وجدت انه مثلا أقل نسبة منطقة في العالم من ناحية مراكز البحوث بنسبة 3% هي المنطقة العربية، الوطن العربي. لذلك المؤسسة هذه السنة أطلقت مركز مؤسسة الفكر العربي للدراسات، يعني أطلقته أول مركز البحوث، فتحنا مركز للبحوث والدراسات، ويعني حيكون يصدر هذا التقرير ويصدر تقارير أخرى. يعني لدينا الآن مشروع بالتعاون مع شركة أرامكو لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت. المؤسسة كما تعلمين يعني عم تشتغلوا على عدة جبهات. اي أنشطة المؤسسة كثيرة، يعني انا يمكن يعني لدينا طبعا الأمين العام هو يشرف شخصيا على التقرير، الزميلة الدكتورة منيرة الناهض تشرف على مشاريع التعليم،
وتطوير اللغة العربية. أنا أشرف على المؤتمر ومشاريع الشباب. نعم. فالمؤسسة لها يعني نشاطات كثيرة ومتنوعة. المؤتمر كان له يعني عنوان كبير ومهم كثير لهالسنة، اللي هو اللقاء بين أصحاب المبادرات وصانعي القرار، ومن جهة تانية على ما أظن الأكاديميين والمثقفين أو اللي عندهم مشاريع. مضبوط. إحنا أردنا يعني كان العنوان العالم يرسم المستقبل، دور العرب بعلامة استفهام. أردنا أن يكون هذا المؤتمر نأتي بصناع القرار من رجال الأعمال والفاعلين بالمجتمع، من المثقفين والمفكرين، من صانع القرار بالحكومات، أن يجتمعوا ويفكروا على أين وضع العرب على الخارطة العالمية. فكان التركيز اليوم الأول إدراك الواقع العربي، واليوم الثاني هو طرح المبادرات ويعني ماذا نستطيع أن نفعل. جعبيل كتير أسألك، وين طلع محلنا على الخارطة العالمية؟ يعني هو سؤال بخجل يمكن الجواب عنه، بس جعبيل إذا لا إحنا يعني أعتقد أنه إدراك الواقع أن نعرف وين إحنا، هذا أول لذا يعني أول شيء للحل، تشخيص المرض. لذلك إحنا لما نطلق التقارير نعمل الدراسات، يعني نريد منها أن العالم يعرفوا شو مشكلتنا لا نقدر نحلها. فإذا وجدنا أوجه النقص نستطيع أن نأتي بالحلول. إذا كان نعتمد على التنظير ودائما نحكي في المشاكل، يمكن كل واحد بالعالم العربي هلا بيحكي كل يوم على المشاكل، وكثير الناس حتى منزعجين من الأشياء السياسية، يمكن ما فينا نخطط للمستقبل، ما ننظر للمستقبل. المؤسسة يعني أرادت من هذا اللقاء أن تقول يا جماعة تعالوا خلينا نجتمع وننظر إلى المستقبل، إيش ماذا نستطيع أن نفعل، شو المشاكل اللي فينا نحلها لنصير بالمستقبل على الخارطة العالمية. بدل ما نلعن الظلام نضيء شمعة، يعني كل سنة احنا نحاول نضيء شمعة، وأنه يعني ودائما لنا نظرة تفائلية. نعم. رئيس المؤسسة الأمير خالد الفيصل يعني عنده دائما نظرة تفائلية، دائما متفائل على أنه العرب ممكن يأخذوا موقعهم على الخارطة العالمية. على هامش المؤتمر أو قبل المؤتمر كان في ملتقى للشباب أيضا، خبرنا عنه أستاذ حمد. كان هناك حوالي 100 شاب وشابة من الوطن العربي، وكان هذه الأول مرة كان في عندنا ضيوف شباب غير عرب بس من اللي لهم اهتمامات بالعرب. يعني كان في ثلاثة يجوا عن طريق مؤسسة قطر، دي قطر فاونديشن، وفي شاب مهتم بالوطن العربي من هولندا برضو شارك معاهم، و 97 شاب وشابة من الوطن العربي. شو الهدف من لقاء هالشباب؟ شو بيخدموا المؤتمر؟ الأول شيء إحنا من أهداف المؤسسة إشراك الشباب، لأنه أعتقد إن إذا بنحكي على المستقبل وشباب ما مشاركين فيعني هذا مناقضة للواقع. فأردنا منهم أول شيء اليوم الأول وتحضير الشباب يستعدوا، لأنه المواضيع المطروحة كثير مهمة وكثير عميقة، فلا نريد أن نأتي بشباب يعني شاب أو شابة عمره 21 سنة ويجلس مع أحد المفكرين العرب وهو غير محضر. ففيه في نوع من التحضير أولا. الشيء الثاني يعني جمعنا الشباب والشابات في مجموعات وجبنا لهم ألعاب ليجو مخصصة، مش الألعاب ليجو اللي موجودة في السوق، وخلينا كل واحد منهم يبني دوره في نفسه في مجتمعه ثم في بلده ثم الوطن العربي وبعدين العالم، على أساس يدركوا وين هو لأنه إذا بدك أنت تخطط لمستقبلك بدك تخطط كمان لمجتمعك.